السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم اليوم عن أحد برامج العروض التقديمية، وهو برنامج بريزي. نكتب في متصفح البحث جوجل بريزي، راح يطلع لنا الرابط الرئيسي، الموقع الرئيسي للبرنامج، وهذا هو الرابط. نضغط عليه. هذه هي الصفحة الرئيسية لبرنامج بريزي. برنامج بريزي نفس ما قلت هو أحد برامج التقديمية اللي يستخدم تقنية زوم إن وزوم أوت، يعني برنامج عروض تقديمية بطريقة وبشكل مبتكر ومميز عن البرامج التقليدية اللي مثل الباوربوينت. راح نبلش. عشان نبلش نشتغل برنامج بريزي لازم نسجل. طريقة التسجيل، نضغط Get Started with Prezi. راح يطلع لنا ثلاث خيارات، Enjoy و Pro و Pro Plus. طبعا الخيارات عندنا نفس ما موضح، خيار ال Enjoy وفر لنا ثلاث خاصيات ومميزات محدودة نفس ما مذكورة لنا، وخاصية Pro توفر لنا ست مميزات، وخاصية برو بلس توفر لنا سبع خاصيات مذكورة. طبعا في النسخ المجانية لمدة أسبوعين تقريبا، ومن ثم تبدأ تحسب على المشترك، تحسب عليه اشتراكه شهري بمبلغ معين من المال. الحين بما أن احنا تربويين، لنا ميزة عن المجالات الثانية اللي يستخدمون برنامج بريزي. شنو الميزة؟ الميزة ان لنا خاصية معينة، هني راح نلقاها عند student and teacher. نضغط عليها راح يطلع لنا البريزي اللي خاص بالeducation. عندنا هني خاصية edu enjoy وedu pro وedu team. احنا راح نختار خاصية الاديو انجوي، راح نختار تشوز بلين. راح يطلب منا الايميل الجامعي اللي خاص جامعة الكويت. احنا كطلبة جامعة الكويت لنا ايميل جامعي يتيح لنا ان نسجل في هذا البرنامج تحت خاصية الديوكيشن تبع البريزي. طبعا الايميل ادرس هذا خاص نفس ما قلت لطلبة التربية، واحنا كطلبة جامعة الكويت شلون نطلع الايميل الادرس راح اقول لكم. من خلال الصفحة الرئيسية للسيستم في خيار ملفي راح تلقون معلومات الشخصية، تدخلون عليها وراح تلقون تقريبا في نص الصفحة البريد الجامعي، تحت كلمة البريد الإلكتروني اللي يكون نهايته @edu.kw. هذا هو الإيميل الجامعي أو الإيميل التربوي اللي تقدرون تحطونه في هذا الخانة. وهذه الخاصية حق اللي مو مسجلي. أنا بما أني مسجلة وخالصة في البرنامج، فراح أروح عند اللوج إن وبلش أحط إيميلي. الإيميل عندي هنا مسيف، راح أدخل على البريزي. هذه هي الصفحة الرئيسية اللي فتحت لي عقب ما سجلت بياناتي. هني نفس ما قاعد نشوف هذا شعار بريزي بطل لنا. هني عندنا ماي بريزيز، هذا الشخص اللي عنده بريزي بكذا قالب بريزي هو سواه من قبل، يقدر يستدرجه مرة ثانية ويغير عليه ويسوي عليه بحث وبريزي جديد. وهني عندنا الاكسبلور، نضغط عليه. انا بما انه مالي فاضي ما فيه فما عندي،
منه فاضي. إذا رحنا حق الإكسبلور راح يطلع لنا الأشياء اللي موجودة بالبرزي ومسيفة إن الناس كلها تشوفها من خلال خاصية بريزي برو، يتيح إنه يشارك البريزي ماله مع الجميع. أما البريزي العادي اللي إحنا الحين قاعد نشتغل عليه ما يتيح لنا هذه الخاصية. في هني ليم أند سبورت راح يطلع لنا العديد من البرامج، أقصد العديد من الفيديوهات توضح كيفية استخدام بريزي حق المبتدئين اللي ما يعرفون شلون يستخدمون بريزي، يقدرون يعرفون من خلال هذه الخاصية. ممكن يكتبون العنوان اللي هم يبون يبحثون عنه ويشوفون. مثلا احنا خلنا نختار الباك جراوند، خلنا نشوف شنو يطلع معنا. راح يطلع لنا شلون نستخدم الـ3D، راح الباك جراوند وشلون نستخدم اكثر سمبل وال اكثر من عنوان بحث. مثلا خلنا نشوف الباك جراوند شنو ممكن يطلع لنا عنه. نفس ما قاعد تشوفون طلع لنا فيديو وخطوات، اقصد خطوات تعليميه شلون بالضبط نستخدم بريزي. طبعا من عيوب برنامج بريزي انه ما يدعم اللغه العربيه، ولكن ممكن ان نتجاوز هذه الخاصيه بطريقه اخرى. راح نرجع حق الصفحة الرئيسية مالت بريزي اللي طلعناها قبل شوي. راح نروح عند ماي بريزيز جو برو، هذا حق شراء النسخة الجديدة. احنا الحين راح نبلش نشتغل على نسخة عشان نبلش. انا راح ابلش كرييت انيو بريزي ضغطة واحدة. طلع معانا هني العديد من القوالب اللي ممكن نستخدمها في برنامج بريزي. نفس ما قلت هذا صندوق اللي تبطل معانا عشان نختار القالب اللي نبي. لو رحنا عند مار راح نشوف اكثر واشكال متعددة من القوالب في شتى مجالات، وين ما نبي راح نلقى فيها. وهذه هي القوالب الجاهزة. هذه تقريبا تعتبر من القوالب المشهورة في بريزي. هني يوز تمبلت راح نستخدم احد القوالب الجاهزة الموجودة عندنا، او ستارت بلانك بريزي احنا نسوي لنا قالب جديد خاص فينا. احنا الحين راح نبلش ستارت بلانك بريزي، نضغط عليه. واول ما تضغطون على ستارت بلانك بريزي راح تطلع لكم الشاشة كذي. هذه الدائرة اللي هي سنتر تبعها، تقدرون تحطون اي شيء تبونه داخل الدائرة او خارج الدائرة. انا افضل ان
نستخدم على الدائرة أو أن نمسحها عادي ونختار الصفحة اللي نبيها. ممكن أو أن نحذفها نطق ديليت. هذه التقسيمة الصفحة معنا هني مقسمة، هذه التقسيمة تساعدنا أن نرتب شغلنا سواء نحطه يمين أو يسار نفس ما نبي. وعشان نبلش العرض التقديمي في أشياء لازم نعرفها.